بلوتين أتاكسيا. ما هي هذه الحالة المرضية؟ البلوتين أتاكسيا حقيقة هو تدعى بترنح لجلوتين، حالة انتكاسية تحدث في الجهاز العصبي. يعاني الأشخاص المصابون بهذا الترنح مشاكل في تنسيق الحركة وفي التوازن، وقد يعانون من تداخل في الكلام أو مشاكل في المهارات الحركية الدقيقة. طيب، ما سبب هذه الحالة؟ الحقيقة سبب هذه الحالة تم ملاحظة هذه حالة مرضية حديثة الاكتشاف. لاحظوا في الأشخاص المصابين بترنح الجلوتين أنهم ينتجون، أو أجسامهم بالحقيقة تنتج أجسام مضادة كاستجابة للجلوتين. فما هو الجلوتين؟ الجلوتين هو بروتين موجود عادة بالقمح والشعير. هذه الأجسام المضادة تهاجم عن طريق الخطأ منطقة المخيخ، وكما هو معروف أن منطقة المخيخ هي المنطقة المسؤولة عن التوازن والتحكم في الحركة وتوتر العضلات، وهذا ما يسبب الترنح.